انا باكوش عن تاحه كيقول لك ديك الطفله عنديوها هي بغيتي ما بغيتيش عنديوها. انا كنتسائل مع نفسي فين هو البدله ديالها هاد المدرسه ديال هاد المطلب ديالي انا تكون اخر حاله هي هادي ديال البنت يعني اشد العقوب حيت هاد العصابه هادي ما كاينش شي فرد واحد. السلام عليكم. الحمد لله على الابنه ديالي اللي شتها الحمد لله وجات الاحضان ديالي والاحضان الاسره ديالي ورجعت ابتسام من الأسرة وجات الصراحة حمد الله. أنا كنحسب بأن بنتي يلا خلقت لي من جديد. ديك السائق الشاحنة هو زعما هو بطل هاد عمل واحد مجهود جبار عطاني التفاصيل كلشي وعطاني حتى ديك المجرم هذاك اللي كان اختطف لي بنتي بواحد كلام ديالو واحد هذاك قدر يشبر منه النمرة التليفون وقال له انا نقدر نرجعك وحتى شي حاجه نهبطها معاك فهمتيني. ركوب من هنا قنيطره ومن قنيطره شبروا الطاكسي الدوار ديالو. سائق الشاحنه كان كيشوفها بحال البنت مخلوعه ما كتقدرش تهضر ما كتكلم يعني راه باش توصل من طنجه لقنيطره وما تقول تهضره راه اذا عاد تكون شي حاجه ماشي في هذيك ديالك. اللي اتصل بينا الاول هو صاحب الشاحنه وقال لي الله يرحم والديه عطيني تصويره قريبه عندك الطفله. ما عطيتو تصويره قريبه قال لي هي هادي. قال لي عطيني التفاصيل الماليطه ديالها. جيت انا قلت له التفاصيل ديالها الكتابه ديالها في الغوص. قال لي صافي هي هادي. قال لي هاد العائله هادي انا تينا كتقول لي هاد الهضره وميشوت فيديو في انترنت الحمد ديالي تبا ورشت وانا هاد العائله هادي ان شاء الله ما غنبقى معاك الا حتى تديها للدار ديالها تجي للدار ديالها ان شاء الله. وصراحه هاد الله قال لي هاد معطياتهم الشرطه والشرطه يخدموا معاك وهوز الشرطه وصراحه ديت المعطيات تبارك الله عليهم واحد الذكاء كبير. صراحه عندنا الام تفوق زعما صراحه هاد الله الام ديالنا تبارك الله عليه خصوصا واحد الضابط ممتاز تبارك الله عليه. وبقى معايا واحد بالطونوبيل ديالو الخاصه مشى معايا قال لي متينا بالطونوبيل قال لي عندك معايا وغنوقف معاك وقف معايا زعما الله يجازيه بخير. انا من مشينا حنايا تما جبرنا جابوها الان ولكن بتنسيق الشرطه ديالنا طنجه. شرطه طنجه هي اللي عملت واحد بحث بين التليفون وركزت تحديد. والشرطه سيدي سليمان زعما تبارك الله عليهم قاموا بواحد عمليه نظيفه على السلامه ديال الابنه ديالي والسلامه صراحه الله وقفوا زعما عملوا واحد جهد جبار بزاف وكنحييهم من المنبر هذا. في سيدي سليمان ما تلاقيتوش ولكن تلاقيتو هنايا جبرت السيد ماشي ما السيد تبارك الله ماشي الطفل هي ديالو لا ماشي محترم واحد الهيئه ديال صراحه حمد الله الهيئه ديال ما كتبشرش بالخير الهيئه ديال الناس ديال المافيات. وكنشوف واحد الحاجه عاوت اللي لفتت لي النظر ديالي بان الشعله منظمه عاملين الوالدين ديالها بدلوا ولا اللباس بان البنت هذه راه معانا بحال نقول لك البنت راه بالريضه ديالها بكلشي عملوا لها حبي خامه واحد اللباس اخر جابوها من جاو الكوميساريه جبروها بديك اللباس هذا. انا كنتسائل مع نفسي فين هو البدله ديالها هاد المدرسه ديالها. شنو نقول لك ملي كتكون عصابه غتكون عاديه وبالحق كأب وام وجاب الولد جاب الابنه في عمرها 14 عام طفله صغيره ها وهذيك راه ما يدخلوهمش للدار وربما يديهم جوج بهم ان الامن نقولوا يستفسروا لهم هاد الطفله هذه كيفاش جات مع الابن ديالنا في بدريوان عند واحد المحل تما بدريوان وعاوتاني جبرت واحد مي هضرت معاه قلت له ابا ديك المحل اللي تما فيه قالت كان معاه واحد صاحبو ولكن ديك صاحبو بقى كيهضروا كانوا كيخرجوا كيهضروا واحد اللحظه مشى فحالو واحد اللحظه ديك صاحبو مشى فحالو وخرجت مولات الدار وقالت اللهم هذا منكر والله هذيك ديك الساعه اختفت العائله لا هو ولا العائله. الصراحه الله هي في الاول
كانت بحال اللي نقول لك خايفانه، بحال اللي مخلوعه، بحال اللي ما قالت لي، قالت لي انا باكو غنتاحر. قلت لي با انا الدنيا مبقاش فيها الناس مزيانين، مبقاش هذيك يهضروا مع اطباء وهذيك. عطاوني واحد كارطة نهار الجمعه ان شاء الله يا ربي يجي الطبيب نفساني عنده وقيعمل معاه الحصص. ديك الشخص هذاك ما هضرش معايا، هضروا معايا الاهل ديالها، يستفزك فهمتيني، كيقول لك هذاك بعد 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 بحال نقول لك بهذه العبره هذيك، يقول لك ديك الطفله عنديوها، هي بغيتي ما بغيتيش عنديوها، يا اذا كان باش ما بغيتي عندي وديك الطفله بهذه الطريقه هذه، باش انا قلت له صافي مشي في حالك. العم ديالو قلت له مشي في حالك، قلت له اول حاجه انت بيدك مورط، فعلا ديك الناس مورطين بديك الجريمه هذيك، لان حتى هما كيعيطوا، انا كنت كنرغبهم كنقول لهم بنتي ديوها لي كوميساريه، صافي هذا هو الحال اللي تعاملوا معايا، ديو لي بنتي كوميساريه، ما كانش الامن مشى موراهم، ما كانوش باغيين يديوها لي، وما كانش الصراحة الله، وما كانش يعني ما كناش اعترنا عليها، كانت تمشي كانت توصلنا للموت في الاخر، كانوا يقتلوها. انا كنت طالب في هذا المطلب ديالي انا تكون اخر حالة هي هذه ديال البنت، يعني ملي كنقول انا اخر حالة بنتي هذه هي اخر حالة اللي تقع في هذا المغرب، يعني اشد العقوبة. وكنتمنى الله يا ربي يوقفوا معنا الناس، ويوقفوا معنا الاهل ديالنا اللي في المغرب كامل وخارج المغرب، وقفوا معايا، وكنتمنى يزيدوا يوقفوا معايا في اقصى العقوبه لهاد المجرم من هاد العصابه، حيت هاد العصابه هادي ما كاينش فرد واحد. كنصح الوالدين كاملين بصفه عامه يردوا بالهم على الاولاد ديالهم، لان الطفل كيبقى طفل، كبنتي قاصر والطفل قاصر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.